عن إغراق السوق العراقية بالدواء المستورد على حساب المنتج المحلي وتأثيره على المصانع العراقية اقتصاديا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، مرحبا بكم. يعني لا تزال الشركة العامة للأدوية في سامراء تكافح من أجل البقاء في ظل حالة من الإغراق للأدوية المستوردة، ولكن ما الأسباب التي أدت إلى ضعف الشركة بعد أن كانت إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم بأن مصانع سامراء للأدوية من أكثر المصانع الحيوية التي كانت ترفض الناتج المحلي الإجمالي وتغطي حاجة السوق، بل إن في أحيان كثيرة كانت تصدر إلى الخارج. لكن ما هو سائد بالوضع العراقي وخصوصا بعد الاحتلال في 2003، بدأت الحكومات المتعاقبة لا ترعوي إلى أهمية وضرورة أن تمتلك الدولة القطاع الصناعي الذي من شأنه أن يحد من المستوردات على في الإطار العام. نعم. وخصوصا ما يتعلق بسامراء بالأدوية المستوردة. إن هذا الإهمال الذي مورس أدى إلى ضعف قدرات المصانع الأدوية وعدم وفرة المواد الأولية التي من شأنها أن تحقق ما يرغب به المواطن العراقي في مستوى الحاجة إلى الأدوية. نعم. وعدم اعتماد الأدوية المستوردة. طيب. وهذا بطبيعة الحال حال كل المصانع العراقية التي شابها الفساد في مختلف مجالات الحياة العامة للمجتمع. طيب دكتور خضير، يعني إذا كانت مافيات استيراد الأدوية قد استطاعت أن تغرق السوق بالدواء المستورد، في هذا المفصل، ألا يوجد في القوانين الاقتصادية ما يحمي المنتج المحلي من هذا الإغراق؟ لا، بالتأكيد أن القوانين الاقتصادية السائدة في المجتمعات المختلفة سواء المتقدمة أو النامية لها مرتكزات اقتصادية واضحة ومبادئ فكرية سائدة، إلا أن الحكومات العراقية لا تمتلك الرؤية الاقتصادية أو الفكر الاقتصادي الذي من شأنه أن يحد من هذا الإغراق المستورد للأدوية، فهي ليست بدولة رأسمالية ولا اشتراكية ولا إسلامية، فهي دولة مبعثرة بين مجموعة من الجهلة الذين لا يمتلكون أي فكر نير يقود الاقتصاد العراقي. دكتور، هي لا تمتلك، أم يعني أن العملية مقصودة في أن يتراجع العراق اقتصاديا وحتى إنتاج محلي؟ بالتأكيد. يعني هي أولا في تصوري أن القائمين على إدارة الدولة ليست رجال دولة يريدون أن ينشئون دولة. طيب. وإنما جاءوا لتخريب دولة قائمة ودولة كانت متميزة في الشرق الأوسط على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. فهم بالإطارين لا يمتلكون، وإن امتلكوا فيمتلكون فكرا تخريبيا وليس تعميريا. طيب دكتور خضير، المنتج الإيراني هو الذي يغرق الأسواق العراقية في مجال الأدوية أو في مجالات أخرى متعددة، هل للميليشيات دور التي تسيطر بدورها على المنافذ الحدودية في تهريب الدواء الإيراني، هل لديها دور في ذلك؟
بالتأكيد الديول العاملة لإيران في المنطقة العراقية بشكل خاص لها دور كبير في تدمير الاقتصاد العراقي، ولذلك هذه الميليشيات أو العاملين في إطار دعم الاقتصاد الإيراني هم الذين يسعون بمختلف المجالات إلى إغراق السوق العراقية بالمنتجات الإيرانية التي تكون بمثابة منافس شديد إلى المنتج العراقي وإضعاف قدرات الاقتصاد العراقي وإغلاق الكثير من المصانع، والمصانع سواء العامة أو الخاصة، والاتكاء على إيران لتوفير دعم طيب دكتور اقتصادي لها في ظل ما تعانيه إيران حاليا. طيب دكتور، بنقاط محددة، ما الحل المتوفر الآن في العراق كي تعود شركة الأدوية في سامراء إلى سابق عهدها بنقاط محددة دكتور؟ الحقيقة إذا أريد أن أسرد نقاط فهي نقاط متعددة، لكن أكثرها أهمية هو إيقاف الاستيراد للأدوية طيب. من إيران ومن الدول التي يهرب بها هذا الدواء لإضعاف مؤسسة الدواء في سامراء، لأن إغراق الأسواق بالمنتجات وبوادر الفساد التي يعيشها المجتمع العراقي بحكوماته المتعاقبة أدى إلى إضعاف قدرة المنتج المحلي لمواجهة المنتجات المستوردة، وبالتأكيد هذه نقطة واضحة وذات أهمية كبيرة. نعم. لأن كلما انخفض المعروض السلعي من المستورد كلما طغى المنتج المحلي لتغطية الحاجات التي كانت تغطيها آنذاك والتي نعم كانت تشبع حاجات المواطنين العراقيين. من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود، شكرا جزيلا لكم.